نبارك انا وانت للاستاذ احمد مرتضى منصور، اه صديقي طبعا العزيز طبعا واخويا طبعا وعشره صديقنا العمر العزيز طبعا، طبعا، اخويا ونداري وحبيبي على سلامته طبعا. اكيد يا استاذ احمد. مليون مبروك وانجاز ورا انجاز، دوري في الطايره وكاس في الطايره وسوبر في اليد وهلوم مجره، والجاي احلى ان شاء الله. الف مليون مبروك. اهلا بحضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. يعني بطولة والف يعني مبروك انت للزمالك. خد بالك، يعني هم عملوا 2 سوبر ودي اول مره اشوفها، يعني رياضه يتعمل 2 سوبر وناخد ال2 سوبر. لا اشرحها لي دي، اشرحها لي دي يا استاذ احمد. يعني المفروض ده السوبر اه الاصلي، عملوا سوبر تاني قبليه خدناه الحمد لله، وبعدين ده سوبر الاصلي برضه خدناه، اه بطول بطل الدوري بيقابل بطل الكاس. لكن يعني بدون تقول في التفاصيل، الاتحاد ممكن يكون يعني حابب يزود اللعبه او ماتشات اللعبه، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. وانت شايف الظروف، يعني انا الاتحاد عارف. اه الظروف كانت صعبه، فقدنا 2 من اهم اللعيبه يحيى وسيف، الهاب الاساسي مودي فقدناه، جات له اصابه يعني السنتر بتاعنا كان عنده اصابه من السنه اللي فاتت، خالد، فيعني كانت الظروف صعبه قوي. مدرب جديد اول مباراه ليه، بادئين متاخر، محترف الطاقه بتاعته ما وصلتش لحد قبل المباراه، يعني الظروف كانت صعبه قوي قوي قوي. اكيد. يمكن انا حتى اتفاجئت والله بنظام المسابقه، يعني ايه لقيت سبورتنج في المسابقه، قلت ده اول سوبر اشوفه من 3 فرق. يعني انا اعرف بطل الدوري بيلعب مع بطل الكاس، يعني يلعب مثلا مع الاهلي او يلعب مثلا مع سبورتنج اللي هو بطل مثلا الكاس، فده كان بالنسبه لي حاجه جديده على فكره. لا واتعمل سوبر دي، مش عارف سوبر المحترفين ايه، مش عارف يعني كذا سوبر كده غريبه في الاخر. طب كويس، ما وزاره الخير خيرين يا ابو لكن حميد. الحمد لله خدناهم الاثنين الحمد لله. بص يعني اقول لك على حاجه، فعلا المباراه دي انا بعتبرها من المباريات المهمه بالنسبه لي انا شخصيا، لانها كانت تحدي وبدايه موسم جديد، بيثبت ان لعيبه الزمالك فعلا نوعيه مختلفه من اللاعبين. ايوه طبعا بشكر ربنا طبعا، يعني التوفيق ده كان العامل الاساسي. الاستاذ مرتضى فعلا من الصبح عمال يعني بيتابع معايا موضوع اللاعب الاجنبي، الراجل دي بيهتم بكل التفاصيل، فانا بدي له الفلوس ده وبشكر اللعيبه لانهم طلع اثبتوا بقى النهارده اساس كوماندوز، لان الظروف كانت صعبه قوي، فالحمد لله. يعني انا بشوفك في المدرجات، يعني عشره السنين، انا احمد مرتضى من 2002 2001 واحنا اخوات واصدقاء وهو انت محب بتشوفه جدا من لنادي الزمالك. 2002، انا انت بقى بشوفه لما من كان لسه 92. لما كان في الملعب بيروح مع احمد مولود جوه نادي جوه نادي الزمالك الزمالك، يعني صحيح. بامانه، وبيقضي اوقات كثيره جدا يعني من يعني جوه. انا اثمن على مجهودك يا استاذ احمد فيما يتعلق باشرافك على الالعاب الجماعيه، وهي مسؤوليه. النهارده الالعاب الجماعيه على فكره انا عايز اقول برضو للناس وانت معايا، مش زي زمان. انت النهارده عندك عقود صعب. وملايين وبرضو دوره اقتصاديه، ازاي تحافظ على استقرار الفرق من الناحيه الماديه والفنيه؟ اعتقد ان الامر بقى مجهد عن زمان يا استاذ احمد. لا وكمان انا عايز اقول لك حاجه، الاتحادات في الرياض او السله او الطايره اتحادات مختلفه عن الكوره، وعندهم انظمه مختلفه. انا ما يعني انا خبرتي كلها خد بالك في الكوره،